والتحية الصباحية لكل مستمعين الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة وغادي يمشيوا مباشرة عند المستمعة نادية بوسمار من أكادير. صباح الخير نادية. صباح الخير لالا سناء. لاباس عليك صبحتي؟ دايره بخير الحمد لله بارك الحمد موفي. لله تمنى تكوني على خير انت والاسره ديالك. الله يبارك الله فيك تانتية. الله يطول عمرك. شكرا لكم بزاف. بارك الله فيك. الله يحفظكم بارك الله فيك نادية. تشرفنا بالمعرفه ديالك ومرحبا بك من خلال برنامج لالا مولاتي. تبارك الله عليك. اهم حاجه هو انك انتي حادقه وهاويه في المطبخ ومحترفه في مجال الخياطه. حنا غادي نتكلموا مع نهايه البرنامج لانه تبارك الله عليك عندك تصاميم مميزه جدا وطريقه عصريه. واللي عجبني هو انه دوك العبايات كديرهم بلمسه مغربيه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. انا عندي شي صور وبغيتك انك ان شاء الله تزيدي تعطيني شي صور باش نتقاسمهم مع المستمعات باش يشوفوا ويتعرفوا على يعني التصاميم ديالك. فالله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. هذه المراه المغربيه يعني كتجمع بزاف ديال الصنايع الحمد لله في يديها ودائما رزق ما ضيعش الحمد لله. داكشي اللي كاين الحمد لله. نادية هي كفكره صغيره كنشوف ان بالنسبه للخياطه العبايه ديالهم حاولوا انهم يخرجوها وفتحنا وقلنا كلبسوها حتى حنايا. قلت علاش حنا من حنا هذيك العبايه نرجعوها مغربيه وحتى حنا بداو نلبسوها فعلا مغربيه. اييه وحتى هذاك القميص ديال جوهره تبارك الله عليك كتفني فيه يعني تصاميم ممكن تلبسها يعني المراه اللي في سن كبير اللي في سن صغيره اييه ولا في عراضه خفيفه وسهله. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك انت. لا لا يخطك. نمشيو للاقتراحات. انت كيعجبك الطبخ العصري يعني اكثر كيجيك سهل خفيف مميز شي حاجه اللي سهله. اييه فعلا زين سهله وتكون بنينه وتكون يعني الله يعطيك الصحه. فشنو غادي تقدمي للمستمعات اليوم ناديه؟ دونك نبداو بالملح لالا سناء. اييه تفضلي لك الاختيار. عندنا هنا بريوات ديال الدجاج بالحليب ديال الكوك. اييه فوالا. دونك المقادير عندنا دجاجه كبيره ديال كيلو ونص. جوج بصلات مشلضين. اييه ثومه محكوكه. ثلاثة الدريسات أربعة على حسب كل واحد وكاين اللي كاين اللي كيبغي الثومة بزاف كاين اللي شوية فعلا. الله يستر عليك. كاينة 200 غرام حليب ديال الكوك راه تيكون في ذاك الكونسير. أييه العلب. بلا ما نقول الاسم ديالو المهم اللي خداو الإنسان بحال بحال. هذيك الكوك معروف. عندنا معلقة صغيرة ديال سكنجبير طري. عندنا معلقة صغيرة ديال الهريسة. عندنا معلقة كبيرة ديال لاموطاغدا لونسيان ديك هذوك الحبيبات. عندنا جوج ورقات سيدنا موسى. عندنا عصير نص حامضة والملحة والبزار. إيه واحد العريش ديال الأزير غير شوية حيت هو تيكون مر. شوية الزعتر. إيه ومعلقة كبيرة ديال العطرية ديال الدجاج. وباكية ديال لي شامبينيون نواغ. و 100 غرام ديال الموتزاريلا. ايه و 100 غرام ديال الكوده اللي فيها الكمون على لسانه اللي فيها الكمون. ايه واخا كتباع في السوبر مارشي. وعندنا 100 غرام ديال الفرماج احمر. وعندنا جوج معالق كبار ديال لاكريم. جوج معالق كبار ديال اش؟ لاكريم فخي ديال القشده الطريه. لاكريم فخي واخا. ايه القشده الطريه. ايه دونك دابا غنمشيو للطريقه. كناخذو كوكوت كنديروا فيها هذيك الدجاجه. انا ما كنفصلهاش كنخليها هكاك. خلاص صاينه واخا. غير نغسل بيان سور بيتغسل مزيان ويسقطر. دونك تناخذوا كوكوت كنديروا فيها الدجاجه. كنزيدوا ليها هذيك اليازير الثومه عطريه ديال الدجاج الهريسه عصير معلقه عصير الحامض ورق سيدنا موسى سكنجبير طري البزار الموطارد. ياك ما كنزربها لا 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 تبارك الله عليك هذا مزيان. البزار الموطارد حليب الكوك حتى هو كنزيد كنخويه كامل. ديك البصله المشلضه الملحه وكاس صغير ديال نسيت قبيله ما قلتش واحد كاس الماء. كاس الماء واخا. كنزيدو كاس الماء وكنسدو على الكوكوت حتى كطيب. ايه بيان سور كنزيدو حتى ديك لا موطارد لونسيان باغدو راه نسيتها. ايه المهم كلشي داكشي اللي عندنا المكونات كاع اللي ذكرنا. ايه كلشي اش كنخليو؟ كنخليو غير لي فخوماج ولي شامبينيون نواغ ولا كريم فريش هما اللي كنخليو في طل حتى تطيب الدجاجه. دونك ملي كطيب عرفنا الدجاج هو الروميد غير كيطيب. انا كنحيد ملي كنحل الكوكوت كنعرف الدجاجه بانها طابت كنحيدها. اييه كنحيدها كنفرتها كامله كنحيد لها العظام.
ونفرتها، وكناخذ ديك لاصوص كنخليها طيب حتى كتغمر. واخا ملي كتغمر كنزيد عليها هذاك لي شامبينيون نوار بعد ما سلقته ومقطعته طرف صغيره. ايه وكنزيد ليه لا كريم فريش، وكنزيد الموتزاريلا والكودا والفرماج حمر. ايه وكنهز ديك الدجاجه اللي فرتها كامله كنزيدها على ديك لاصوص وكنبدا نحرك حتى كيجي معلك فوق البوطه صافي كنطفي عليه. ايه يعطيك الصحه. صافي كبيان سور كنبطوها في شي تبصيل حتى كتبرد وكنعمروا البريوات ديالنا اولا بسيط لا صغار اللي بغيتي. كيف قلتي على حسب اختيار شنو بغينا نعمروا، مهم حشوه اللي هي سهله بالمذاق ديال حليب الكوكو وهاد النكهات كاملين فعلا. ايه دونك نمشيو دابا لحاجه اخرى. ايه تفضلي ناديه. دابا غادي ناخذوا الحوت بالياغورت مسوس. واخا عندك تقول لي هادشي. لا 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 بالعكس، لا بالعكس، هادو الاكلات العصريه فعلا كيكونوا مكونات اللي يعني كتكون جديده ولكن راه كتعطي المذاق وكتعطي الفرق. فوالا فوالا بيان سي. ما نقولش الناس العطريه، فكاين بعد وخاصه يعني هادو مناسبين بالنسبه لهاد الجيل دابا ديال الشباب مراهقين الوليدات. المشكل اللي عندي انا مع ولادي هو المشكل اللي معايا، واش ياكلوا ليا مريقه ولا هذا، فكنحاول ندير شي حاجه عصريه وما يبطون مدخله فيها. اييه فيها مكونات اللي هي كيف قلتي تقليديه وفي نفس الوقت يعني عصريه. طريقه عصريه. دونك عندنا الحوت بالياغورت مسوس. حوته عندنا الدوراد، المهم الحوت هنا هو هذيك اللي كتكون مشحمه اللي كيكون كيطيب دغيا. دونك عندنا حوته كبيره. غادي نمشيو دابا بعد ما غسلناها بيان سيغ ونقيناها ونمسحوها ياك. اييه ونفلحوها من الظهر ديالها واحد ثلاثه ديال سميتو في الظهر ديالها باش كتدخل لا ماغينات. دونك لا ماغينات عندنا واحد البو ديال الياغورت مسوس، هادوك لي بو اللي كيتباعو هنا في لي سوبر مارشي ديال مسكين. من الاحسن بلا ما نقول الاسماء ديالهم، الاحسن ناخذ داك اللي فيه لومبالاج خضر، يكون فيه ديك الماده بيفيدوس. هذاك تيجي فيه احسن. ما كاينش كناخذوا اي ياغورت ما عندناش مشكل. واخا دونك تنديروا هذيك الياغورت كناخذوا في شي كنديروا في شي بول. كنديروا ليه معلقه ديال الزعتره ومعلقه كبيره ديال الثومه، معلقه ديال البزار، ايه شويه سكنجبير طري محكوك، شويه د لا سيبوليت، ايه معدنوس مقرد، كلشي هادشي كنديرو فيه معلقه كبيره بالنسبه للاعشاب، واللي كيبغي يزيد راه كيزيد. ايه حيت هي كتجي من سنه بالاعشاب. عندنا شويه د الكرفس كذلك، معلقه كبيره د الكرفس مقرد تا هو، نص عصير حامضه، شويه ديال زيت العود، ايه والملحه والعطريه ديال الحوت. واخا دونك الطريقه كما قلت كناخذ زلافه نخلطوا فيها هادشي كامل على الياغورت، من بعد ما خدينا الحوته مغسوله ومنشفه مزيان كنفلحوها من الظهر من جوج جوايع، وناخذوا شويه ديال لا ماغينات كندخلوها لديك ديك البلاصه اللي فلحنا. واخا بيان سور كناخذوا المول ديالنا ديال الزاج، كنهزوا ديك لا ماغينات كنديروها هي الاولى في الزاج شويه، وكنحطوا الحوته ديالنا وكنكبوا عليها لا ماغينات كامله، يعني سهله ماشي فعلا، وكنغطيوها بالبابي الومنيوم وندخلوها للفران. غير هي نردو معاها البلاصه انا باش دغيا كطيب. اييه دغيا داك الياغورت كيشرب. وإلا قلبناها ولقينا بان راها طابت كنحيدوا داك البابي الومنيوم كنخليها شويه تحمر من الفوق. مزيان. وبالنسبه للتزيين كناخذ انايا الكروفيت كنشحروا شويه ديال البزار وملح والزبده، وكنديروا عليها هكايا من الفوق اولا في الجنيبات، المهم اولا البوزروك ليمون اللي كنقولهم، كل واحد شنو كيرافقها مع لي فخوي دماغ اللي بغيتي كترافقيه معاه. اللي متوفر اييه على حسب الموجود. فوالا. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك ناديه. بارك الله فيك لاله سناء. دونك دابا غادي نمشيو للكالامار ديال الكالامار. اييه. نعمرو بالكبده ديال معمر بالكبده ديال الدجاج. واخا. دونك عندنا كيلونس ديال الكالامار، عندنا نص كيلو ديال الكبده ديال الدجاج، عندنا بصله مشلضه، ايه
عندنا التومة، عندنا البزار، عندنا الملحة، معلقة كبيرة ديال الصوجة. ياك ما كنزرب؟ لا، معلقة كبيرة الصوجة. أيه ما كامون، تحميرة، قزبور ومعدنوس، معلقة ديال عصير الحامض، زيت العود باش غادي نشحرو، والزيتون المصير للتزيين. دونك الطريقة، ناخذ الزيت، ناخذ الكبدة نشحروها في الزيت مع البصلة والثومة، ونزيدوا عليها العطرية اللي قلنا في الأول، كامون، تحميرة، البزار، ربيع، هذا فوالا. من بعد كنزيدوا عليها معلقة ديال الصوجة. فكنحاولوا ديما الكبدة ديال الدجاج أو لأي كبدة كنديروا بنطة مجهدة باش ما كتطلق لناش الماء دغيا، حيت الكبدة كطيب. كل عافية شوية مجهدة باش دغيا كتشحر. دونك قلنا كنديروا العطرية كلها فوالا كلشي، ونخليوه على جنب. دونك ملي نصاوبوا هاد الكبدة طيب وكلشي، نخليوه على جنب حتى تبرد. كنمشيو لاصوص طوماط. غادي نصاوبوا لاصوص طوماط، بيان سيغ كلشي كيعرف يصاوب لاصوص طوماط. غادي نديروا ثلاثة ديال مطيشات كبار، ثومة محكوكة، قزبور ومعدنوس، الكامون، والبزار، وزويتة ديال العود، والتحميرة، ومعجون طماطم ثلاثة أو الأربعة ديال المعالق كبار، وشوية معلقة صغيرة ديال سنيدة باش كنحيدو من هذيك الحموضة. وبعد ما كنطيبوا هاد لاصوص على لسانة، أنا ما كنديرش ديك لاصوص طيب مع الكالامار، حيت الكالامار عرفتي كي ما كيبغيش طيب بزاف، كيعصى كيقصح إلى تسنينا ديك لاصوص طيب في الفران أو لا طيب مع هذا، وحنا دايرين فيها الكالامار فغادي تبقى تطلق الماء والكالامار غادي يقصح. دونك أنا اش كندير، كنطيبها كنطيبها دافونس، وكنخليها حتى هي على جنب. ومن بعد كناخذ لي كالامار ديالي كنعمرهم بالكبده اللي كنت شحرت في الاول، وكنسدو غير هو دو بريفيرونس، من الاحسن الكالامار يكون داك الصغير شويه، هو تيجي لذيذ على داك الكبير، وكل واحد هو الاختيار ديالو. فاش كنعمرو بالكبده كنسدوهم بالكيردون من الفوق، وكناخذوا هذيك لاصوص طوماط اللي صاوبنا، اللي بغى يديرو في الطاجين راه كيجي زوين، كيجي لذيذ في الطاجين وكيجي حتى المنظر ديالو زوين. اللي ما تيبغيش الطاجين راه كيديرو في الفران في المول ديال الدجاج. كندير ديك لاصوص اللي انا طيبت، كنستف فيها لي كالامار ديالي، كنبدا نرد البال، كاين بعض الخطرات كتطلق مطيشه عاود الماء، كنرد انا البال ديما غير مع داك الكالامار واش طاب، كنقيسوه بشي حاجه بالموس او لا فورشيت كيبان لينا هذا صافي طيب. كنلقاو مثلا لاصوص طوماط باقي الماء فيها، كنحيد انا داك الكالامار، كنعاود نخلي ديك لاصوص حتى كتشرب مزيان، وكنرجع الكالامار ديالي كنصافي كنقدمو هكا، كندير ليه الزيتون والمصير. اييه باش ترجع ديك لاصوص هكا كيجي معاه مزيان، الله يعطيك الصحه. وفعلا يعني هذاك الكالامار هكا بداك الجيب ديال الكالامار معمر ديك الساعه، يعني افراد الاسره كل واحد تيهز، حتى ملي كيتقسم كيجي مزيان، كيجي زوين، كيجي حنا مولفين ديما الكالامار بالروز هادي فكيجي بهاد الدجاج الكبده ديال الدجاج كيجي زوين. واخا دونك نمشيو دابا نمشيو للحاجه حلوه. واخا تفضلي. دونك عندنا واحد الديسير كنديرو انا في ليفيرين، وبيان المول اللي بغى، اللي كل واحد هو كيفاش كيبغي. إيه هو هذا باش كيجي، كيجيب الكيك مثلا، شاط لك الكيك في الدار، كيكه درتيها شاط لك او هذا كيف اختارت كتشطنا، ما كنبغيش نضيعها، انا كنهزها كنديرها في ليفيرين، كنفرتتها وناخذ ليفيرين نديرها فيهم. فكناخذ العماره اللي غادي نسقيها بها من الفوق، فيها واحد البواطه ديال القشده الطريه ديك الصغيره، واحد الساشي ديال الكريم شونتي، واحد حك ديال حليب مركز كناخذ غير النصف ديالو، النصف سته الحبات ديال الجوب المربع، وربعه ديال المعالق ديال الشوكولا، يعني السيغ ديال الحك ديال الدجاج.
ما نقولوش الاسماء لا 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 بلاش اييه فوالا دونك كناخذوا هادو كلشي اللي قلنا هاد القشده الطاريه والساشي ديال الشونتي والنصحك ديال الحليب محلى والجبن والشوكولا كنديروه في المولينكس اييه في الخلاط الكهربائي فوالا اولا مول طويل اولا ممكن واحد شنو يبغي صافي كنهز هادوك الكيك اللي انا فرتو شايط عندي في الدار اولا اللي بغى يصاوبو من جديد ماشي مشكل صافي كنخوي هذيك لاصوص اللي صوبت من الفوق ايه الطبقه من الفوق ايه هذيك الطبقه كيجي زوين وسهل وسهل اللي جاك هكا على غفله ما عندكش الديسير في الدار كتبغي شويه الكيك ولا ايه ممكن نعاودو نديرو بيه ديسير ايه وكنديرو لي فخوي بغيتي تزوقي بلي فخوي من الفوق زوقي على حسب اللي كاين اولا الشوكولا اولا فريز على حسب شنو لا سيزون ديال لي فخوي اللي كاين واخا الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك ناديه بارك الله فيك لاله سنة نشكرك بزاف للاسف مابقاش لنا الوقت ولكن نوعتي لنا والله يعطيك الصحه ناديه شكرا لك بزاف على تواصلك معنا وعلى المشاركه ديالك بهذه الوصفات العصريه وتحيه صباحيه لكل مستمعينا.